السلام عليكم. اليوم نروح المدينة تاع سيدي عبد الله لنقف على الأشغال والوضع نتاع القطب الجامع الجديد في مدينة سيدي عبد الله، واللي سوف يفتتح فرع جديد بعد ما تم فتح زوج فروع من قبل، يعني السنة الماضية، السنة هذه السنة والسنة الماضية. إذا فيه عملية لفتح الفرع الثالث والأخير من إذن القطب الجامعي الجديد في سيدي عبد الله، واللي الآن يعرف تطوير جميل، يعني من ناحية نتاع التهيئة الخارجية فيه تحسن في الديكور الخارجي، والآن الملامح تاع القطب هذا بصفة عامة بدأت تظهر لغراند لين نتاع هذا القطب، يعني من الناحية الهندسية والمعمارية. إذن نخليكم تابعوا الفيديو حول زيارة تاع والي ولاية الجزائر العاصمة إلى القطب الجامع الجديد بإذن سيدي عبد الله، واللي نذكر فيه إضافة إلى القطب البيداغوجي فيه أحياء تاع إيواء للطلبة ب 4000 سرير، 2000 إناث و 2000 ذكور، والقطب يعني يحتوي على 20000 مقعد بيداغوجي. إذا نخليكم تتابعوا الفيديو والسلام عليكم. Thank you.